السلام عليكم، أهلا وسهلا أعزائي الصغار في مكون الحكاية. المادة الاستماع والتحدث، المجال هو عالم الحيوان، الموضوع كيف صار للفيل خرطوم. إذا افتحوا الكتاب، كتاب اللغة العربية، ولاحظوا صورة حكاية كيف صار للفيل خرطوم. ماذا تلاحظون في الصور؟ بعض الحيوانات، نعم، التي تعيش، أي تعيش في الغابة. ما هي هذه الحيوانات؟ الفيل، نعم، ثم الأرنب، ثم الزرافة، نعم جيد، ثم النمر، ثم التمساح، وأخيرا القرد. نعم، تخيلوا أحداث هذه الحكاية لنفكر في بعض التوقعات التي يمكن أن تحدث. هل تغير شكل الخرطوم عند الفيل؟ نعم، تغير شكله. نعم، ما الذي ألحق به الأذى؟ هل الزرافة؟ هل القرد؟ نعم، هل التمساح؟ نعم، إذن أجوبتكم تختلف. استمعوا لهذه الحكاية للتحقق من هذه التوقعات. إذن استمعوا. إذن العنوان قلنا هو كيف صار للفيل خرطوم. في قديم الزمان كان للفيل الصغير أنف جميل. كان الفيل مسرورا بأنفه القصير، لكن فكره كان مشغولا بسؤال ماذا يأكل التمساح. سأل صديقته الزرافة: هل تعرفين ماذا يأكل التمساح؟ قالت الزرافة: أنا لا أعرف، لأنه لا يعيش معنا. قال لصديقته أو لصديقه النمر: هل تخبرني ماذا يأكل التمساح؟ أجابه النمر: لا أعرف، لأن التمساح يأكل طعامه تحت الماء. سأل الفيل القرود: من فضلكم ماذا يأكل التمساح؟ أجابته القرود ضاحكة: اسأل الأرنب. قال الفيل للأرنب: هل صحيح أنكم تعرفون ماذا يأكل التمساح؟ ضحك أحد الأرانب وقال للفيل: اذهب إلى التمساح واسأله. بحث الفيل الصغير عن التمساح ولما وجده فرح وقال: ماذا تأكل يا تمساح؟ أجابه التمساح الغدار: اقترب مني لأخبرك ماذا آكل. وحين اقترب الفيل الصغير هجم عليه التمساح وأمسكه من أنفه وراح يجره بقوة ويشد حتى سحبه تحت الماء، غير أن الفيل استطاع أن يخلص أنفه من أنياب التمساح، لكنه لاحظ أن أنفه صار طويلا، صار أنف الفيل خرطوما، فحزن وبكى كثيرا لأن أنفه القصير صار خرطوما. إذا لاحظوا معي، ما هي شخصيات هذه الحكاية؟ نعم، الشخصيات هي فيل، ثم الأرنب، والزرافة، نعم جيد، النمر، نعم، تمساح، ثم القرد، جميل. نعم، السؤال هو الآخر، هو متى وقعت هذه الحكاية؟ من يجيب عن السؤال؟ نعم، إذن وقعت الحكاية منذ زمن بعيد، أي في قديم الزمان. سؤال آخر، ماذا شغل فكر الفيل؟ نعم، إذن الجواب هو ماذا؟ كان فكره مشغولا بسؤال ماذا يأكل التمساح؟ جيد،
إذا ما الذي ألحق الأب؟ ما الذي ألحق به الأب؟ إذا التمساح الغبار هو الذي اعتدى على الفيل. جيد، إذا لاحظوا معي أن الفيل تدخل فيما لا يعنيه فألحق به التمساح الأب. دائما يجب علينا أن نهتم بأنفسنا ولا نتدخل فيما لا يعنينا حتى لا نتعرض لهذه المخاطر. نعم، إذا انتبهوا الآن، هذه بعض الحيوانات، اذكروا أنتم بعض الحيوانات الأخرى التي تحبونها، مثلا تحبوا الأرنب. نعم، لماذا يتغذى الأرنب؟ يتغذى الأرنب بالعشب، إذا هو حيوان لاحم؟ لا، خطأ، إذا هو حيوان عاشب لأنه يأكل العشب. ماذا يستفيد الإنسان من الأرنب؟ يستفيد من لحمه. نعم، اذكروا الآن العبارة التي أعجبتكم في هذه الحكاية. عبارة أعجبتكم في الحكاية. نعم، أعجبتك ما قالته الزرافة. أنا لا، إذا عندما سأل التمساح الزرافة قالت أنا لا أعرف لأنه لا يعيش معنا. إذا الزرافة قالت أنا لا أعرف ماذا يأكل هذا التمساح لأنه لا يعيش معنا. إذا هنا الزرافة لا تتدخل فيما لا يعنيها، إذا هي لا تبحث عما يأكله التمساح، هي تفكر فقط في البحث عن الغذاء الذي تتغذى به. إذا فهكذا يجب أن نكون، لا يجب علينا أن نتدخل فيما لا يعنينا، نهتم فقط بدروسنا وواجباتنا. إذا هذه عبرة نستفيدها من هذه الحكاية. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.